بالتعاون مع مركز الجزيرة للفنون الملتقى الأدبي الدولي الرابع 100,000 شاعر من أجل التغيير بالقاهرة. الشعراء المشاركون المبدعون، نحن يد واحدة، صوتنا صوت واحد، نتحدث اليوم تحت شعار السلام ليسمعنا العالم. صوت مصري قوي صادق ولا يخاف شيئا. احنا النهاردة بنحتفل ب100,000 شاعر من اجل التغيير، والجميل ان الشعار بتاعه السنة دي السلام. هذا هو الملتقى الرابع ومن اهم المناسبات الثقافية للشعر في العالم. ينظم الحدث سنويا الشاعر الامريكي مايكل روتنبرغ والاسبانية تيري كاريون، وهذا العام بيقام اول مرة في مركز الجزيرة للفنون. المركز دايما بيحرص على تشجيع الشباب في كل المجالات على فكرة، سواء كان في شعر او عموما في الادب، في فنون تشكيلية، في كل الفنون، يعني في كل المجالات الثقافية. انا محمد فرحات، كاتب شاب مؤسس جامعة القاهرة الادبية. احنا يعني فكر من افكار الجامعة ان احنا نواكب التطورات والحركات الثقافية العالمية، ان احنا نخرج بره المحلية او بره مصر، يعني نشوف ايه بره الادب بيحصل، ايه بره الشعر بيحصل فيه، ايه بره القصة بتحصل فيه، ايه التطورات وايه المدارس الجديدة اللي بتفتح وكده. فكان من عشان نواكب الاحداث اللي بره دي، فبنشوف الفعاليات اللي بتحصل بره ايه. فكان من الفعاليات اللي بتحصل على مستوى العالم فعالية ادبية هي 100,000 شاعر من اجل التغيير. 100,000 شاعر من أجل التغيير بتتم على مستوى العالم كله. 100,000 شاعر بتحركوا على مستوى العالم من أجل هدف واحد، هو السنة دي عن السلام. السلام هي غاية نبيلة وهدف سامي كلنا بنسعى ليه. والنهاردة كل الأحداث تقريبا 775 حدث بيحصلوا على مستوى العالم كله في نفس اليوم، احنا واحد حدث من 775 حدث اللي بيحدثوا على مستوى العالم النهاردة إن شاء الله. احنا مؤسسين جامعة القاهرة الأدبية قررنا نعمل حاجات مختلفة، حاجات جديدة، حاجات تساعد الشعراء ان هم يشاركوا. فقررنا ان احنا لما بدأنا نراسل المنظمين العالميين اخذنا منهم امتيازات، يعني جبنا شهادة مشاركة لكل الشعراء المشاركين موقعة من المنظمين العالميين. كل شاعر ان شاء الله مشارك بيحصل على شهادة مشاركة موقعة من المنظمين العالميين باسمه. 100,000 شاعر من اجل التغيير، هو الشاعر هو من يحدث التغيير بكلماته، بأسلوبه، بصياغته للكلمات، بقضيته اللي هو مؤمن بيها، بيبدأ يطرحها بكلماته. من خلال الطرح ده بيبدأ ناس تقتنع أو ناس تلتف حواليه. 100,000 شاعر لما بيتكلموا عن حاجة واحدة بس، فمن الضروري إن العالم كله يسمعهم. مفيش داعي ولا مقبول أنا أحكي لك عن الورد اللي مات دبلان وحيد عصور، عن البرواز اللي جمعنا وفي وداعنا سقط مكسور، عن الليل اللي خلاني أخاف من نور، أخاف من ناس وبزيادة بقت عادة أسك الباب وأشيل مفتاحه من الأكرة. أقول لك برضو بزيادة مفيش داعي نجرح بعض بالذكرى، مفيش داعي مفيش داعي. أنا اسمي محمد صابر، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي. طبعا لي الشرف ان انا يعني اول مرة احضر هذه الاحتفالية. الحقيقة انه عايز اقول انه الكلمة على مدار التاريخ هي الشيء الاكثر تأثيرا، يعني ففي البدء كانت الكلمة، وكل الثورات العظيمة في التاريخ المجيد يعني عبر التاريخ كله كانت الكلمة هي المؤثرة فيها. فانا شايف النهاردة انه 100,000 شاعر من اجل تحت شعار السلام، الاحتفاليه السنه دي مقيمه تحت شعار السلام في وقت العالم فيه كله بيموج بحالات من الصراعات والدماء والقتل والتشريد. فانا شايف انه الحقيقه الشعار ده شعار موفق جدا، اختياره اكثر من رائع. اتمنى طبعا انه احنا كمصريين صوتنا يوصل للعالم. الصدق حرفي والتنغم حرفتي، والشعر اتلو والجمال هوايتي، السحر يسكن في ربوع قصيدتي، أعتى الفوارس يستكين بساحتي، بالحرف أشتم والقصيدة عزتي، ما خاب قولي والفضائل غايتي، هيهات قلمي يستبيح شقايتي، وطن المعاني في القلوب روايتي، الحال حرفي
في السماء ترنمي، زخم المشاعر في القلوب تبسمي، أنغام سحر كالربيع تنسمي، إيقاع حرفي والقلم في تلازمي. أنا إيمان الطاهر، شاعرة وكاتبة. طبعا أنا شايفة أن الإيفنت النهاردة هو يعني ايفنت مهم جدا، علشان بيربط كتير من الشعراء، بيعرف الشعراء الصغار بالشعراء الكبار والناقدين، وسيله جيده جدا للاطلاع والمعرفه على الخبرات، و يعني بيربط وبيعمل انتشار وتوسعه لمساحه الشعراء في مصر، خصوصا الشعراء الموهوبين الصغار. انا بحلم دفاتر حلمي مطويه بدباج الخوف، وجايز ألمي كمان مقصوف، ويمكن يأسي متستف، ويمكن حرفي متكتف بخيط من صوف، لكني بعدي في الأحلام وبتهور، وبرسم كوبري متبلور، وبتشعلق ونط الصور، وبتخيل كأني حصان وبدعيل ويشق السد، سما أرضي يدوب على الأد، لكني في حلمي بتفرعن وبركب بحر من غير شط. أنا بحلم. أحمد رامي، شاعر عمية، ليا ديوان تحت التجهيز دلوقتي بيتعمل. أنا عرفت المهرجان من السنة اللي فاتت، كنت موجود في المهرجان كواحد من الجمهور. كنت بتمنى طبعا أن أنا أكون موجود في المهرجان ده، لأنه هو مهرجان عالمي موجود فيه شعراء عبر العالم كله، فوجودي في المهرجان أكيد هيضيف لي كتير. السنة دي في المهرجان أعتقد التنظيم كويس جدا، يمكن أحسن من كل سنة تقريبا متابع المهرجان من زمان. شايف أن التنظيم السنة دي ليه طابع خاص. المهرجان السنة دي يكون ان هو اسمه شعراء من اجل التغيير، او 100,000 شاعر من اجل التغيير، اعتقد انه اسم مهم جدا، لان يعني موضوع ان شاعر يغير فكرة بكلمته، موضوع ان الكلمة تغير فكرة كاملة، خصوصا كمان الموضوع السنة دي من اجل السلام، فموضوع السلام مهم جدا ان احنا نوصل له. شايف ان المهرجان ده قيمة كبيرة لينا السنة دي، قيمة كبيرة لكل واحد موجود فيه. في شعراء كتير اقوية جدا، في شعراء كتير محتاجين يظهروا، لان هم ليهم كلمتهم وليهم مشروعهم وليهم افكارهم الخاصة بيهم، محتاجين ان الناس تعرفها. يا مدعين فرد الجناح رغم المطر، فين الحقيقة المطلقة وسط الصور، وانتوا بخيالكم تعبانين من تعبانين بيزيفوا شكل الحياة، واحد رقص حتى الممات والتاني زمر له حياة، ووقف يطالبه بالقسم أدى القسم ليه بالولاء، وأما انتهى سمع النداء اسجد هنا، فاليوم سجدتك انحناء، بكرة هينكشف الغطا وتنام في موضع سجدتك، انت اللي حاكم جلستك، نساك بتهوى تنحني، اركع وكمل سكتك، انت الحقيقة المطلقة، حية بتتلوى على مزمار، تخدع عيون الناظرين، لكنها لو طالت الزمار هتفتته وتكون هي انحناء الميم لسين. احمد فرج، شاعر عمية، صدر لي ديوان بعنوان عيل عجوز السنة اللي فاتت، تم توجيه الدعوة ليا من اللجنة المنظمة لإيفنت 100,000 شاعر من أجل التغيير للمشاركة، وطبعا ما كانش يعني يسعني غير أن أنا أرحب جدا بالمشاركة في إيفنت زي ده. حاسس بالفخر أن تم اختياري من ضمن شعراء المصريين هشاركوا في إيفنت عالمي بيقام في أكثر من 700 مدينة على مستوى العالم في نفس التوقيت في نفس اللحظة، 100,000 شاعر كل واحد في مدينته تحت شعار السلام. اتمنى ان الايفنت يحقق عالميا ما يسعى اليه من نشر فكره السلام، او ان الكلمه تقدر تغير سواء عالميا او محليا. بالنسبه للايفنت هنا في مصر السنه دي هتبقى فرصه كويسه جدا للاحتكاك بشعراء اقوياء جدا، هيبقوا موجودين النهارده بنقاد بصحفيين، فرصة كويسة جدا للتعارف والظهور ومشاركة في حدث ربما يكون يعني وسيلة للتغيير. احترامي للي يتكلم في وشك، واللي يستحرم يغشك، واللي قال الحق عندك اما فعلا يبقى عندك،
واللي بيفتح عينيا وقت ما بيعميني عندي، واللي بيطبطب عليا، واللي بيفوت شوية، واللي قال لي يوم ما تقفل زي ما بتاخد بتدي. احترامي للي عدى عليا سلم حتى لو زعلان معايا، واللي سابني لما كمل لو مطول في الحكاية، واللي رغم البعد فاكر، واللي رغم الهم صابر، كل يوم محتاجه بنده بلتفت بلاقيه ورد. ناس كسبة للتعاويذ ولا حد يوم حشهم، ناس في الوفا أباليس جنبك بتوحشهم. أسوان يا بلد السر، بعد الحياة ما تموت انت الحياة بقية، ريحك هوا لطاحونة بعد التعب ريحنا من لفة الساقية. فنصيحة للي مزرش، لازم تزور وتروح، لو مت 100 مرة أو مت من برة فهواها رد تروح. قل كم عددكم يختلف فينا الرواه، البعض قال قلة وخروجهم كان في عز الليل وسر، لم ينتبه أهل المدينة الطيبة أو يتبعوا أثر الجموع، والبعض قال مليون فتى من خيرة الفتيان خروجهم كان في عز الظهر قاصدين الملك، يهتز وش الأرض من شدة ثباتهم على الطريق، والناس على الصفين تبارك سعيهم، لما التقى الجمع المناضل بالحرس تتعدد الحواديت، تتوه فكرة خروجنا في المدينة الطيبة، نصبح صور على الحيط نشيد، يمكن مجرد وهم أسطوري العبيد في السوق بيتبادلوا السلاسل طامحين في القوت، لذلك مش مهم نكون عدد، مش مهم نكون عدد. البعض قال كلب انطلق للكهف حبا في اعتزال الناس، تخيل كلنا في الكهف كنا بننتظر جري السنين على قسوة السلطان، ونخرج نشتري من السوق نفس، حرية الرئتين في تفسير الهواء الطلق وقت الصبح، رغيف يشبه في طبته لجوع بطننا المؤمنة بالزهد، بعد الرفض لخضوع المدينة وعشقها للكهف زدناهم هدى، لم يفهموا المعنى المراد، بدنوا عليهم مسجدة وتهنوا بالضلمة. وبروض وحوش قادرة تخليني الملك، وانا لو ملكي كان غابة ما يلزمنيش، فبتغاب وبتذاكر وبإشارة سكن الكل في مقر، مانيش حاوي لكن غاوي أشعلق في الهوى حروفي، وقع من حبل أفكاري فيشهق قلب جمهوري الورق فأقول، ومن تاني ترد الفكرة على حبل الكلام فتولع الحلقة من التسقيف على بلياتش من التحرك، إداري سقطتي وجودي وش بشوش، إداري الدموع ويبوش السرك فقرته الجاية هيعتمد الغنى المطروح، وياخد من كلام شاعر ويتفلسف بحب الروح، ده متسلسل صحيح ماجد ده هو بيفك سلسلته، عشان حاجي عشان غاوي الغنى المسموح، ما بيغنيش حلاوي طول ولا غاوي بروبين ولا ماشي بيستعرض فخط خطوة المدوح، صباح الفل على جمهور بيتفرج ومش شايف ومش فاهم ومش عايز يفك العقدة من الكرتون، ده متوقع هدية نسخة بالكربون من كل اللي كان سابق، حروف بتنط تتسابق وتاخد صفر، هتبقى الألفة في الخيبة وهي الألفة في التكرار، أو هينط من اللعبة بالياتشو بيقولوا عليه كمان واحد. في ختام حفلنا اليوم لا يسعنا إلا تقديم كل الشكر لكل الضيوف الكرام والشعراء المبدعون ولكل من أسهم في إنجاح هذا اليوم، ونلتقي في أحداث ثقافية أخرى قريبا إن شاء الله. دمتم بكل ود.